دعت مبادرة السودان بلا أحزاب الأطراف السودانية إلى الزهد في السلطة ابتداء، وتوقع صاحب المبادرة عصام الصديق أن يصل الفرقاء السودانيين إلى اتفاق ينهي حالة الشد والجذب التي تعيشها البلاد حال الجلوس في طاولة مستديرة برعاية محاكمين وطنيين تتراضى عليهم الأطراف مجتمعة بعيدا عن الأطراف الإقليمية والدولية. مبادرة السودان بلا أحزاب من أجل حكم ديمقراطي بدون أحزاب. أكثر من 40 منبرا صحفيا استضافهم منبر وكالة السودان للأنباء في الفترة القليلة الماضية، أغلبها سدد وقارب حسب رؤيته لمن وكيف تؤول سدة السلطة على المدى القريب والبعيد. لكن اليوم المنبر قدم أصواتا جديدة تدعو للزهد في السلطة ومن قبلها الأحزاب مجتمعة. لم يزع عسكري أول يوم لحد الليل بيقول إنه هو ما عنده علاقة بالسلطة. أول يوم طلع في بيان قالوا نحن عاوزين الآخرين. طيب الآخرين وين؟ الآخرين يتأخروا، هو تماطل، الآخرين يتأخروا. هذا الموضوع لا بد أن يصل فيه الاتفاق سريع. نحن مقبلين على موسم زراعي، مقبلين على وضع كارثي، فلا بد أن يضعوا في نصبهم حاجة واحدة بس، حاجة واحدة: انسوا شهوة السلطة للحظة، يتجردوا للحظة إنه يقولوا ما دايرنا، يقولوا ما دايرنا فشلنا. مستقلون آمنوا بطرح المبادرة وأصبحوا جزءا أصيلا منها، نادوا بوضعها موضع التنفيذ ابتداء من الفترة الانتقالية. الفترة الانتقالية يجب أن تكون خالية من الحزبية والمحاصصات الحزبية، لأنه ده أدخل السودان من سنة 56 لحد الآن في الكوارث دي. أنا بفتكر إن الجيش المؤدلج المؤطر هو الذي أدخل هذه البلد في هذه المتاهة العظيمة، يعني أو في هذه المتاهة الكارثية، لأنه من 56 حصلت 3 انقلابات، والثلاث انقلابات لم تؤدي إلى الكارث، إلا للكارث في السودان. أصحاب المبادرة يقولون إن الأحزاب التي تنادي بالديمقراطية هي نفسها من تنقلب عليها بديكتاتور من صنع يديها. طبعا أنت تعرف إنه الانقلابات اللي قامت ما قامت بواسطة القوات المسلحة السودانية. هذه نقطة أساسية حق الناس يفهموها، إنه القوات المسلحة منظمة منضبطة، وهذه الأحزاب السياسية سواء كان وسط أو يمين أو يسار هي التي خلقت الخلايا داخل القوات المسلحة وانقلبت على نفسها، لأنه انقلبت على الديمقراطية التي تدعيها، وانقلبت على الشعب، وانقلبت على عضوتها، وانقلبت على القوات المسلحة. سودان بلا أحزاب لحكم ديمقراطي بلا أحزاب، مبادرة ربما تنجز عهدا جديدا ونظاما غير مألوف في الشارع السياسي السوداني، إن هي أنجزت ما ذهبت إليه بين سطورها بحسب كثيرين. مصطفى عبيد الله، شروق، الخرطوم.